يفام سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. 7 دقائق على إيفام أحلى راديو. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. أنتم تسمعوا في حلقة جديدة من سبور بلوس للموسم الرابع، هي الحلقة 11 لهذا الموسم. اليوم نهار الأربعاء 4 أكتوبر، نهار الاثنين 4 أكتوبر 2021، بداية أسبوع سعيدة موفقة للجميع، مرحبا بالناس الكل. في إيفام سبور بلس اليوم نحكي. النادي الإفريقي يطفئ الشمعة 101، عقد استشهار جديد، هيئة الأحباء، هذه هدية الأحباء في عيد الميلاد، وبعد شوي بش يكون عنا رابط مباشر من مكان إمضاء اتفاقية الشراكة الجديدة. الملعب التونسي يحتم الرقم القياسي في الرداءة، أسرع إقالة في تاريخ الكرة التونسية، التعيين مع الأربعة والإقالة مع 9 متاع الليل، 5 ساعات بقى خلالها طارق جرية مدربا لل فريق. بطبيعة نحكيه على الملعب التونسي، ويضيفنا باش يكون السيد طارق الجرائي لأول مرة كضيف رئيسي في الاستوديو، نفهم من عنده شنو اللي صار في هذه السابقة التاريخية وما وقع في عشية يوم الأحد متاع البارح. برشا أخبار متضاربة، برشا بوكودو فيرسيون، حبينا نفهمه بالضبط هذا كله بعد شوية في سبور بلس. هذا وغيره من الأخبار والمسجدات. تحية كبيرة برشا لفريق الأعداد، وئام جويني في الإخراج، بشرى سعيد في العمل الصحفي، وفي الأعداد لي اف ام تي في وئام رابح، وإيمان الجدي صديقنا أيمن الوافي في السيت ويب وفي السوشيال ميديا. أنا أيمن زروق رافقكم حتى الثمانية متاع لي. سعيد جدا بوجود الثلاثي الليلة في سبور بلوس، الكوتش طارق جرية، مساء الخير، أهلا سهلا. مساء الخير أيمن، مساء الخير للحضور جميع المستمعي. شنو حوالك؟ الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. بون صحة موجودة وذاك أهم حاجة. باهي، الإجابة نتاعك تحس بعد 3 نقاطك اللي باش نرجع لهم بالكداش بعد هو محلاه الإجابة ديما نتاع الحمد لله، هذيك محلاه الإجابة، ما وراء الحمد لله التنهيدة على لا جيسي توجور دو بوزيتيفي، يمكن ما فيهاش خير، يمكن أحسن لي أنا، واحد دياما بالكذبة والقدرة نتاع المولى. الحمد لله على كل شيء، ديما واحد يحمد ربي. يمكن كنا النجم نتعرضوا الحادث في طلعتنا، خاطر طلعنا على اكثر من جناح السرعه، كنا في 160-170 باش نخلطوا على لونترينمون. الحمد لله في النهايه يغزر كيفاش، الحمد لله كل شيء لاباس. عنا ما نرجع عنا ما نحكيو بالكدا مع طارق الجراي، كذلك يرافقنا نادر داود، مساء النور، اهلا وسهلا. مرحبا بك زروق، يا عسل ياكل لك سحر كما قال صابر الباعي. تحيه لصابر الباعي، مستمع وفي لسبور بلس على اي اف ام. تحيه لي، برافو العزه وئام وبشرى، شكرا الكل اللي اختاروا الاغنيه الحلوه هذه اللي خلتنا في الجو نتاع سبور. حتى وئام اوتوماتيكمون اللي تحط لك التابين نتاع 007 معناتها سون فوت. لا عجبني كيفاش ماذا حدث في عشيه الاحد، ابحث معنا نتاع ما جيت لك نتاع هذه هي والله وئام تبيه دائما تتنحاش من وري الاخر اللي بيسوا، ما دام نحكيوا على شطار البارح عشيه نهار الاحد. صحيح، شكون خلى خبز الجاتو في الفيش ذا ذكرتك وقت ما نعرفوش وليد هاو العينين الزوج ما شاء الله على خويا. تحيه لكل المستمعين، ان شاء الله حصه ان شاء الله حصه حلوه اخويا وفيها بدشة جو، وكل مره نكتشف حاجه جديده في تونس. يا اخويا تحب تجي تحب تجي البقعه هذيا، تحب نقلبوا الادوار نعملوها فاز نعملوا فوت، اذا كان تحب نعملوا نبدلوا نهار. اتاكد انه كي يخطوا لي مش نصالحك، يعني ما نجيش كيما يعملوا توي نحيوا في المدربين. انا نجيك ديريكت يا زلوق، راني شاهي ناوي نعمل حصه مقدمه كيك. وليد موافقني الراي انه قاعد يحفر من ورايا، مرحبا بك. هذول لازمنا نتابعوه نشوفوا فاش قاعد يعمل. طيب المساء الخير، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين واللي تابعوا فينا على اي اف ام تي في. نادر الكوتش اكيد عندنا كما قلت عندنا برشا ما نحكيو على المسلسل اللي الردي اللي شاهدناه واللي سمعنا عليه البارح. الحقيقة أنا بكل شوق باش نعرف شنو اللي صار البارح في الملعب التونسي، الحقيقة السابقة تاريخية، المساجات اللي جات من أحباء الملعب التونسي معناتها بشكل مهول جدا، ماذا بينا نعرفوا شنو اللي صار. والله بعد شنو باش نبدأ وين ندر. حتى ثم واحد ضرب على الطاولة والقوط بس في بالي به في الوتيل في غادي انت مانيش مستغرب، اعطيني البوند اجيب الزيوت وين جيمس بوند. سعيد مانيش مستغرب، نعرف اللي عندك تفاصيل كلها. عجوبه ماذا حدث في النزله؟ الاجابه على نادر داود، نادر داود عنده الاجابه اكثر من طارق جريه. قبل هذا كله باش نبداو بكونتر اتاك، روبريك نتاعنا اللي فاتته حلقه نهار الجمعه، هذايا اهم ما جا فيها في الكونتر اتاك، وراجعين بعد شويه في سبورت بلس.
اول اسبوع مشيت للحديقه وشفت الحاجات اللي قاعده تعمل في الحديقه صراحه، معناها بين 5-6 شهور التالي كي تمشي للبارك تاع الكلوب تبكي الظروف اللي فيها. رجعنا لكم جديد في سبور بلس توا 7:19 دقيقه، مع العلم انه ثم عنصر لا ندري ماذا يفعل في الاستوديو. ناس بن مالك جايب معاه مجموعه من الجاتو، ماذا تفعل معناها؟ سي ايمن بيه مسافا الكره في تونس، انا ما عادش طبخ. النادي الافريقي نحكيوا عليه، ثم اتفاقيه شراكه مع اولمبيك مارسيلا، ما شنو عندك ما تعلق؟ الاداره تاع النادي الافريقي اللي في الصيف وقت ناس تصيف وتبحر وناس شيخه وبرشا مولدار من شهوني، ناس قاعدة تخدم نحات المنع تاع الانتدابات، انتدبت بلاعبين. كان غدوة يعمل رئيس دولة الملعب زويتر يتفرج فيه يقول لهم هذا علاش ما نلعبوش فيه مقابلة، هو في الليتا هذا تو الناس الكل تبدلت يولي نعم مبارك. أنا باش نرجع بيك مش منظور كبير للمعاملة الخاصة من الإطار الفني للمنتخب والجامعة التونسية لكرة القدم لمعزز. أنا نسرد في حقائق، هذا حارس عمل كأس أفريقيا كارثية ودائما الثقة موجودة فيه. أنا كمنظر كبير الحارس الأول هو فاروق بن مصطفى. انت في الترجي راضي جعايدي ترى بن شريفيه حق، لكن انا كمدرب منتخب شكون باش تحاسب على ريزولتا؟ بالنسبه لي انا ثماش حارس اللي يفوت الحراس الاخرين كلهم كيف عادهم متوسطين او فوق المتوسط، خلينا نكونوا واضحين احسن واحد 6/10. رجعنا لكم جديد في سبور بلس توا 7:14 دقيقة، على عكس العادة باش نبداو بشيفر دو جور، الرقم باش نكتشفوه توت سويت. شيفر دو جور مدر داود، الرقم هو 5 ساعات هي المدة الزمنية التي بقي خلالها المدرب طارق الجراية في خطة المدرب الأول للملعب التونسي، التعيين جاء البارح مع 4 مساء والإقالة مع 9 ليل، بالضبط 300 دقيقة بقي فيهم الجراية مدرب للملعب التونسي. خلينا نبدأ معك وليد القرفيلة، تعليقك على هذا الرقم؟ هو نفسه كلهم يصبوا في بعضهم 5 ساعات 300 دقيقة، يدور نحكيه على أسرع تعيين وإقالة صارت في تاريخ تونس وتاريخ الكرة في العالم. مش تاريخ تونس كما قلت أنت، أي من تاريخ العالم، معناتها 5 ساعات بصراحة فضيحة، معناتها كل المقاييس، معناتها السيد هذا ما فهمتش طبعا بعد طارق يعطينا لي ديتاي، ما فهمتش شنو اللي يطلع له في مخه باش انه يحط مدرب ويحط اطار فني بعد 5 ساعات يستغني عليه. مي كي نشوفوا حاجه كيف هكا نفهموا ربما اليوم علاش الملعب التونسي رناه بالوجه الشاحب اللي شاهدناه به ضد الترجي الجرزيسي، نفهموا الفوضى اللي كانت مسيطره على النادي هذا من اللي جاء الرئيس هذا نادر، واحنا نسمع فيه في برشا خرجات إذاعية تلفزية وحتى في الصحافة المكتوبة يهاجم في الرئيس السابق، يهاجم في حتى اللاعبين اللي يلعبوا معاه في الفريق، معناته هما اللي باش يلعبوا دورة البراج، ينتقد في الناس الكل. شاهدنا المردود ضد الترجي الرياضي الجزائري، شاهدنا مردود الملعب التونسي، وربما فهمنا اللي المردود هذا نتاج اللي برشا تخبط إداري ولخبطة في الملعب التونسي، واللي سبب فيها أكيد هو رئيس الجمعية نوردين بن بريك. شنخرجوا فاصل صغير نرجع بعد شوية في سبور بلس، مازلنا عنا ما نحكي بالكدا في الموضوع هذا. لأي فان أحلى راديو. رجعنا لكم جديد في سبور بلس 7:17 دقيقة. نادر داود، تعليقك على الرقم هذا وعلى مسار البارح؟ اللخطة في الملعب التونسي منذ السنة الفاتة، خلينا نبدأ واضحين ونقول الأسماء بأسمائها. الموسم الفارط نزل الملعب التونسي صحيح خلى روحه الأخذ جولة، ونعاود ونقول في تونس كتخلي روحك للجولة الأخذ ولا الثانية زود 3 جولات الأخذانين ويكون ما عندكش كتيف سمين تتك عليه من أي نوع من الأنواع، إيش معنى هذاك تطيح تاكلها. دونك الملعب التونسي خلى روحه 5 جولات إقالة البوسعايدي، يجي نصف البيوة يعمل 8 جولات إقالة. شنو أهداف الملعب التونسي؟ ما تفهم شيء. رجال بعيسى يحكي على 5 وعلى بطولة، يقرحوا في الدرجة الثانية نتيجة الآمال والأحلام اللي بعيدة على الواقع. جاء غازي الغرايري أخذ جولة، غازي الغرايري شمى قارصة، عرف الجمعية طايحة مهما كان الثمن بالخزعبلات متاع الجولة الأخيرة اللي جات مخيطة بالترتيب كل شيء، الأمور واضحة تك تك تك، شكون يتيح شكون يقعد شكون كاف شكون تشامبيونز ليج شكون كذا، الأمور مضبوطة واضحة الأمور. تحت الملعب التونسي وكمل المقابلة الأخيرة رمزي جرموت المدرب الرابع. 1 جويلية ثم رئيس جديد جاي، الإعلان على الصفحة الرسمية وهي صفحة رسمية محترمة جدا كي قارنها بعدة نوادي فرق المحترف الأولى، راهي حلوة برشا الصفحة نتاع الملعب التونسي نحكي بالجد.
واحد جويلي التعيين على الإطار الفني متاع ليك إيميل بلجيكي اللي دذب في القذوان ودذب نوادي أخرى على يعرف الأقل تونس. دذب يعرف نوادي تونس في تونس فريق. دذب البرة مش كما ذا ليك بذنار اللي حتى كتحل شنو تحل جوجل إيستات مكون تحط مكون ما تلقاهش بعد ساعات يخرج لك ممثل يخرج لك مسرح يخرج لي طباخ أنا أباي أي أنت ما يخرج لك شيء إيه هو فورماتور هو دو فورماسيون نهار واحد جميل إعناء الإطار الفني اللي فيه ماجد البدنيسي أمير الدريدي طارق الزيادي ياسين بن زعد معد بدني عثمان الخزري جاديان بيوت والمدرب البلجيكي أول حاجة هذه أول هفوة أنك أنت طايح لليك دو وقتها التاريخ يقول أنت طحت وجايب مدرب أجنبي اللي ما عندكش الحق باش تجيب مدرب أجنبي ديجا من هنا أنت بديت تفيش على صحة بدنك وبديت تغلط ومازال سجل بن عيسى في تيار خطأ 5 جويلة انطلقت التمارين بهذا المدرب 28 أوت صارت برشا حاجات وأحداث انتخاب السيد نور الدين بن بريك في بالي بعد 3-4 أيام يجي يبدأ يتنحى الطاقم هذاك اللي موجود الكل من ماجد البرينيسي اللي رجع البارح مع طارق نحى وعادة نحى طارق الزيادي وطارق الزيادي جاء هذا لوك برنار بداوا هكاك الخدمة كيف كيف يعني شوف الأخطاء أجنبي كذلك توا أنت نقولوا رئيس جديد جيت نهار 11 جاء القرار نتاع براج عرفت روحك كانك أنت الملعب التونسي كذبوا عليك يمنيوا فيك أنك مش تقعد بلاش حد شيء يا أخوي 11 سبتمبر الجامعة شك بتاع نسكول براج عرفت براج مدرب أجنبي مش بيقعد على البنك قلت يا ملعب تونسي ما قراش حساب هذا الكل بالنظر إلى مثال أول حاجة المدرب الأجنبي الأول والثاني ثاني صحيح. حاجة قيمة الانتدابات قيمة صحيح. الانتدابات وأسامي الانتدابات كريم العواضي عاطف تخيلي اللي صار له مشكل ثم نوعية معينة من المنتدبين اللي من المستحيل أنهم يلعبوا في الديفيزيون دو ما نوصلش للمنتدبين أعطيني في استراتيجية الفنية 11 سبتمبر أنت عندك لوك برنار مدرب أجنبي ما نجمش يقعد على البنك المقابلات نتاع السعود والنزور والرابطة الثانية راهو فرق كبير بين مدرب قاعد الفوق وبين مدرب على الخط يديريجي في ملاعبيت وفي مقابلة نتاع طلوح وهبوط فرق كبير حتى كان الملعب التونسي في الرابطة الأولى لوك برنار ما عندوش حق يقعد في على البنك ما عندوش الشهيد أونكيسيون اللي تخول قبل أيامات الجمعة تعداد يطلعوا على الإطار الفني طلال ميسيو اللي دذب في الأمال وطلع معاه عنده الكفاءة وفات الماتش خسر الملعب التونسي نحاو قيس العوني قيس العوني اللي هو عوض البينيسي نحاو تعرف يعني السبب الرسمي هو انه على ما يبدو عمل تغييرات ما كانش متفق فيها مع المدرب الاول لوك برنار ما عمل تغييرات من راسه يسوق دليل اكلاها في راسه الأجوان واضح نحل الجو سمعنا بعد الصباح الاتصالات وجالس طارق الجذاي نعرف انا شنو كيفاش طارق الجذاي وشنو اللي صار يا اخويا تم انت داب مدرب حتى بطارق الجذاي انت يعني باش تشوف الاخطاء طارق الجذاي باش يجي قبل يومين شو اللي باش يعمل الخطا الفادح هو يوم 11 سبتمبر كنت انت تجيب مدرب تونسي يعرف العقليه يعرف مقابله البراج وعندنا ما شاء الله حتى بعد ما صار البارح كانت ياسر تروتار انه جريه ولا غير جريه الخطا من الاول بالكل ما له خطا وحتى طارق بحذانا حتى كان اليوم قاعد يدرب يعني داخل في الربح خارج من الخسارة مش مستعمل في نهاريين ما تجمش تلوم مدرب ما يعرفش المجموعة ما يعرف حد شيء عن نادي انه يتأقلم في 3-4 ايام وعندك كل يومين كل ثيام مباراة بعد غدا مباراة ونهار سبت مباراة أنا نادر سامحني أيمن أنا الحقيقة نلوم شوية حتى على طارق خاطر طارق هذاك شنو كل شنو تفضل مثال لا مثالش ما عرفت في نفس اللي طارق تبارك الله اليوم يظل أثبت الكفاءة نتاعك يمكن في تونس ما لقيتش حظك لكن خدمت في عدة بلدان خدمت في لبنان خدمت في الأردن بالله نقص عليك على حظك بجاه ربي شنو هو الحظ كي تخدم في تونس ليه اسمع هذوما بعدها نرجعوا لهم بعد شويه يا وليد هو محظوظ انه اشتغل في الاردن وفي لبنان
سامحوني نادر وليد خان فعل معكم. خلينا ندخلوا في الانترفيو نتاعنا مع ضيفنا الرئيسي اللي هو طارق جريد. هما اسئله مخليهم لبعض شويه لانه ماذا بين صغال وجود مدرب اللي رانا في البلدان الخليج وفي اسيا وفي البلدان العربيه. نحب نفهم من عندكم انت كان يا خويا ناطق رسمي باسم مدربين هذوك، شنو الحاجه اللي تخليك تمشي وترجع لتونس في التمرميد وفي تطيح القدر؟ هذايا اخر سؤال تنخليه لهم بعض. سيد طارق الجري، البارح الحقيقة البارح نسوق مع 7:30 متاع العشية نسمع فيك تعمل في حوار بالهاتف مع شقيقة موزايك، روحت للدار محكيت 8:30 لقيت خبر الإقالة، ما فهمت حتى شيء، توا قريب 24 ساعة توا مزلت مش فهم حتى شيء، تنجمش تفهم جوست باش نعلق. أنا إذا رجعت ورجعت معايا ماجد برنيس وطارق زيدي على معرفتهم الباهية بالجروب اللي قاعدوا معاه شهر وعملوا معاهم بريباراسيون وطلعوا معاهم لستاش، يعني اللي جات هو ما جاش للإدارة، فهمت هذايا علاش أنا رجعت هذوما. وان بلوس دو سا استاد اللي يمكن عباد ياسر ما تعرفهاش، أنا إقامتي معناتها ديما في فرنسا، أما زادة كي في تونس نسكن في تونس توا صافي أن أون، ظروف عائلية وظروف أخرى عندي حاجة أخرى في تونس لازمني نبدأ في تونس، هذاك عليه فهمت نسكن في باردو بجنب بالضبط المقهى متاع الملعب التونسي، وكل صباح نمشي نشرب قهوتي متاع جوست نهزه ونخرج في الملعب في القهوه متاع الملعب التونسي، ونتشكر الاحباء متاع الملعب التونسي خاطر اليوم حسيت بالحق العباد الكل تطلب في السماح، ومش هذايا الملعب التونسي ومش هذايا العقليه والاخلاقيات اللي تربوا عليها من الجمهور. كلموك عددنا احباء الملعب التونسي ياسر عباد اللي معروفين بانتماء ومحب الملعب التونسي ياسر عباد، وثم زاد دي كونفير معناتها ثم نجم نذكر لسعد دريدي تكلمني وقال لي انا واحد من الناس حاشم خاطر سي ان دي بيرسون اللي سالوه على البروفيل نتاع طارق جري، لازم نعرفوا انه صافي ان موا بريسك اللي قاعد نتواصل انا والملعب التونسي وصافي ان موا اللي السي في نتاعي قاعد يدور عند سي كمال عند سي عبد الحميد الهرقال وعند مجموعه من الهيئه الموجوده. وكان ثم دي برومي معناتها كونتاكت ولا دي برومي توش، وكنت على اساس باش نجي، جيت برشا مرات وثم برشا مرات تم فيهم معناتها ما نحبش ندخل في لي ديتاي اللي انا ما يخصونيش، مش لازم ندخل في برشا ديتاي، ثم قرارات جيت في ايام في الملعب التونسي ومن بعد رجعوا فيها. انا فهمت كلامك، الاتصالات عندهم شهر فوالا، عندها شهر الاتصالات صار بينك انت وبين اعضاء من الهيئه المديره ولا من المقربين ولا شكون بالضبط؟ اعضاء من الهيئه المديره ومن المقربين. ثم جابوا المدرب الفرنساوي؟ لا 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 وقتها جابوا المدرب الفرنساوي، وقتها ايزون معناتها ثم العباد هذوما قالوا راه مش راجل مرحب. نعاود نقول راني ما نحبش لا نجرح في لوك برنار لا نجرح في حتى حد، راهو كيفو زميل يخدم على روحه وربي ينجحو وربي ينجح اي مدرب ويحاول سواء كان تونسي ولا جاي من برا ويحاول يحط بصمته ولا يعطي شويه من سون سافوار فير، مرحبا به. سي طارق فوالا خلينا نتابعوا بعضنا نعملوا شويه تسلسل زمني. الملعب التونسي انهزم امام ترجي الجيس نهار السبت. نهار السبت ديريكتومون بعد الماتش فوالا تواصل معايا سي كمال سنوسي اللي هو نائب الرئيس. نائب الرئيس قعدنا في التليفون ما يقارب ساعة ونص ولا أكثر من ساعة ونص. أقنعني أني نجي. وقتها أنا شرطت بطبيعة عندي شروطي. أنا ماشي يمكن كما قال نادر داخل في الربح خارج من الخسارة. أنا لا ما نقولش هكا. أنا ماشي باش نجيب لي سي بوان. جو فولي أتو بري مونتري. انو خاطر زاد ثم ياسر مقربين وياسر دي زونسيان جوار جاوني وحكيو معايا، قلت لك نسكن في باردو كل ما يوقفوني شدنا انت ويرحم والديك وترى شنو هي خلينا نمنعو، معناتها ما خفت خاطر زاد الحكايه فيها. وسي كمال اللي هو بيرسون شنو كان الشروط؟ الشروط نتاعي انه كي حكى معايا اول ما حكى معايا قال لي راك باش تخدم انت والفرنساوي، قلت له راهو سفينه فيها زوز دو معناتها زوز تغرق فوالا. ايش معناتها باش تخدم انت والفرنساوي؟ شكون لو شكون ثاني؟ ما ثماش هما هذايا كان الكلام الاول مع خاطر سي نور الدين بن بريك يحب الفرنساوي اتو بري يقعد في ليكيب بريمير. فوالا باش نرجعوا خاطر قلت له راهو انا هذايا
امر مستحيل. ولو انا باش نجي لازمني نجيب دي جون كيزون اون سيرتين كونيسونس مع الجروب ويزون سورتو اون بون توش وان بون فيلينغ مع الجوارات الموجوده ويعرفوهم وخدموا معاهم. هذاك عليهم توجهنا الماجد والطارق الزيادي وماجد برنيس. وكان عليهم الاتفاق؟ وكان عليهم الاتفاق. من قبل النائب الرئيس. من نائب الرئيس. اي. نعاودوا نحكيو. توا احنا نهار السبت. نهار السبت يعلق التليفون يقول لي خلينا نحكي مع الرئيس. خاطر قلت له انا برومي هيد كوتش انتم جبتوه حطوه مناجير جينيرال عليوه ما يقلقنيش يقعد البر يتفرج في لي زونترينمون. من بعد نجمو نعملو ديزابارتي نجم كان عنده ماتير اما معناتها باش يكوريجيني ما عندي حتى مشكل. اما انت المدرب الاول. اما انا مدرب عندي فكري عندي الديسكور نتاعي مع جواريتي وعندي مون سبيتش وعندي ياسر حاجات وعندي افكار نحب نحطها في الملعب. دونك في نهارين ولا ثلاثه انا باش العباد اللي تفهم من نهار السبت وللامانه يمكن تو اما حتى الاربع ونص تاع الصباح ونخدم في الواحد ونجم نوريك حتى على التليفون. الاربع ونص نتاع الصباح كملت الخدمه نتاعي. العشره نتاع الصباح يعاود يكلمني سي كمال يقول لي الرئيس مازال ما فيقش دون ما يفيق يكلمك خاطر انا الشرط نتاعي ان يكون هيد كوتش والاخر مانجير. وثاني شرط واللي هو اهم خاطر نعرف لي كوليس ونعرف لي ثم معناتها ثم ديفريكسيون ما بين الاعضاء ونعرف انه القرارات قاعده تتاخذ بعشوائيه كبيره. قلت ما نطلع من تونس الا ما يكلمني البريزيدون على عيني وعلى راسي. سي كمال من احسن وبارمي لي ميور ديريجون اللي حكيت معاهم. باسكو فما شي خاقات دونك من المفروض انا خويا كلمني الرئيس نطلع نهز معايا الستاف نتاعي ونطلع. كلمك ولا ما كلمك؟ كلمني الرئيس نهار الاحد صباح. نهار الاحد نص نهار. هذا كل معناتها موجود. يرجع من بعد سي كمال يجيب لي. اليوم سمعت المساعد طارق ولا سمعته في الشقيقه اكسبريس مع ماجد مع الشقيق الصحباني الشقيق العظيم سمعته اكد قال انا كنت في السياره خذينا السياره نتاع نائب الرئيس نتاع كمال السنوسي والرئيس كلم المدرب طارق الجرايه بالتليفون وانا بحذاه. هنا نحب فقط التفاعل. هنا الرئيس صرح في موقع كابيتان وقال قمت من النوم نلقى طارق الجرايه مدرب. هنايا سامحوني صفحه مخترقه شعلينا فيها صفحه بيراتي ديك شعلينا فيها. هنايا ثم الرئيس قال حاجه اللي المدرب قال عكسها. مع احترامي لكم زوز ثم واحد فيكم قاعد مش قاعد يقول في الحقيقه. صحيح. هذا هو هذا هو. انا مستعد اليوم مانيش باش نحط فيك لا 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 مانيش باش في معطيات. اما البارح في لي باج نتاع نتاع خاطر ثم حاجه فهمها انا الحكايه. خاطر كي حكى معانا ما حكاش معانا بلغه باهيه. الرئيس كي حكى معايا ليميت لي اوبليجي دو مي فير فونيغ ماهوش عن قناعات. انا ما حسيتش هذا وانا ما حبيتش نطلع للامانه. وقتها كي حكيت معاه وقتها طريقة كلامه مش عاجبتك كامل. اتونسيون لازم العباد تعرف انه لي دو ادجوان ما حكاوش جمله ما حكاوش ولا في لحظه على الفلوس. وانا زاد ما حكيناش على الفلوس. قلنا اعطينا ست سمان واحد نوصلوا سي بوان ومن بعد نحكيو. خاطر انا اللي نعرفه انه سي كمال انسان حقوقي وقال لي تاخذ حقك وعندي انا. قلت له اوكي مانيش باش نحكي معاك ومانيش باش نيغوسي معاك. انا تو الفوكس نتاعي الكونسنتراسيون نتاعي كل شيء نتاعي راهو في الماتش نتاع نهار الاربعاء باش ناخذ المي 3 بوان ومن بعد جونشين افيك لي دوزيام 3 بوان. دونك خدمت الكهرباء ومشيت للمهدي. خدمنا الكهرباء مشينا للمهدي على اساس الاربعاء عندنا تمرين على ملعب مكرم مهدي. الاربعاء وصلنا احنا الاربعاء غير ربع مكرم مهدي كان تلعب في ماتش اميكال ضد القلعه الكبير. ما كانش في بال العباد انه ثم انترينمون تاع الملعب التونسي. شكون العباد؟ الموجودين اللي في الملعب اللي في الملعب مسؤولين على الملعب. لحلحنا بهم احنا وهذا تنجموا تتواصلوا بهم وتقولوا لهم باش يعطيونا التيران. وكلمنا ليكيب قالوا لنا رانا مازلنا في الاوتيل باش نخرجوا. فهمت؟
نكلم في البريزيدام ساك التليفون هنا جا نقول هذا كل نجم نوري وقتي طلبته وقتي طلبني وبالوقت مانيش باش نسمع شنو اللي واحد خاطر لا نسجل وثم الحاجات بالامانات اي اي ان توكا نرجع نقول كمان معناتها جاو جي الجروب سيونس دونترينمون تلفت الحاج بلجا قدمنا للجروب بون اوبارافون حكيت انا ولوك باش نعطيه شنو خاطر هو جاي باش يخدم ديريكتومون ماهوش فاهم حتى شيء قلت له باش تستنى برنار هنايا جاي الملعب التمارين ليقود حصه التمارين ايه والا شنو باش يعمل ليقود حصه التمارين وطالي المساعد جاي معاه وانا عطيتو لي انستركسيون شنو ما باش نترينيو شنو باش نعملو وسي طالي معناتها فضل انه ما معناتها بما انه عندنا دو زادجوان فضل انه قال لي انا معاك قلت له انا يشرفني انك تكون معناتها عين زايده في الستاف تكنيك سي توجور بيان فينو نعرفو شنو اللي صار من بعد شنو اللي صار اللي صار جي المسؤول الحاج بلجا قدمنا للجروب حكيت انا مع الجروب اعطيت الكلمه للزادجوان يمثل الهيئه المديره توتافي ديليغي اللاعبيه على انك انت المدرب الجديد الجديد للملعب التونسي ومن قاد حصه التمارين الحصه ماهيش حصه التمارين حصه ديكراساج ماهي تمارين اوكي مي سيتي جوست بور بروندر لا تمبيراتور نحكي مع الجوارات نحاولوا نرجعوا الكونسنتراسيون على الباقيه والجمعه اللي لازم العباد الكل معناتها كيما نقولوا غوتروس لي مونش والعباد الكل تحط يديها خلينا نكونوا دقيقين سي طارق باش قرينا الفاتحه وعملنا كل شيء وعملنا السيونس جاني الاتصال نتاع موزايك روحت للوتيل انا احنا دخلنا للوتيل تم ما نعرفش انا الكلمه يمكن قويه اما احتقارنا وهذه الحاجه الخايبه واللي ما تجيش تم احتقاركم من قبل شكون؟ من قبل الرئيس اللي كان فاس هكا كيفاش تم احتقار؟ معناتها احنا هبطنا من الكار عطينا رونديفو ولا ريونيون للجوارات 8 غير 4 خلطنا السبعه بالضبط خلدنا سبعة على اساس 8 غير 4 الجوارات باش يهبطوا باش يتكلم الرئيس يقول طارق جراي كابيتان ماجد ادجوان طارق دوزيام ادجوان لوك برنار مانجير جينيرال وباش يقعد معنا في الوتيل و ميم طون سي طلال باش يقعد معنا طلال ميساوي باش يقعد معنا في الوتيل على اساس انه معناتها زاد مناش كي بورترا كونسي في ستاف حاسب من السبعة للثمانية غير با حتى اللي نهبطوا الجوارات باش نمطيش في الريسبسيون وتيل دوما تدخل تلقى انيماسيون وحس وتبك واحد ومعناتها انا اللي يهمني هنايا شنو صار لو كونتاكت بيناتكم ساعه الرئيس ما كانش موجود كان موجود طبعاً سي طارق خلينا نقدموا خاطر الحقيقه نحب نخرج ماكسيموم من المعلومات التفاصيل ثم برشا تفاصيل هنايا هو كان موجود في حصه التمارين ولا في النوزل ما كانش موجود في حصه التمارين ما جاش للتمارين دونك قابلته في النوزل قلت تم احتقارنا كيفاش حسيت الاحتقار هذا شنو اللي صار باهي احنا على اساس ما نبداو لونترينمون الا ما يجي هو يبريزونتينا جا الحاج بلجا قال راهو تعب البارح ما قدش راهو سكى تليفونه وقد يعتذر في النزل باش نتقابلوا باش يقدمكم للكيب معناتها للجوارات وهذا ما صار وصلنا للوتيل السبعه هكا عين في العين دور دار هو والكاتب العام اللي زوز ما جاوش قالوا لنا لا عسلامه لا بسلامه لا حتى شيء مشيو دون زان اوتر كوتي مع الحاج بلجا وصارت هوني يمكن الحكايه نادر ما نعرفش من عنده الانفورماسيون القهوه اللي تبزعت تقلبت الطاوله وتبزعت القهوه الحاج لطفي بلجا لحظه تقلبت وحدها ولا بفعل فاعل شكون قلب الطاوله؟ الحاج لطفي بلجا ما نعرفش اللي قال لك عادي وعليه؟ بالامانات هذه شوف نحترم الملعب التونسي والكوزين الرئيس وقت تنافس قال لهم شكون قال لكم جيبوا لي هذا طارق جراي يدرب؟ هاو اللي صار. لا مش شكون قال لكم جيبوا لي طارق جراي هو احكي معايا يعرف اني انا جاي اما هو قال انا حاط لوك برنار برومي اونترينور يقعد لوك برنار برومي اونترينور. باهي هذه المفاهمه. سي طارق باهي هنايا ما عارش انا نحاولوا نفهموا ما تشوفش انه ثم هل هو سوء تفاهم ام هو احتقار شنو رايك انت؟ هي عشوائيه من
من إدارة عايشة في عالم آخر من ناس لا علاقة لهم بكرة القدم. ما في رئيس أنت يا أخي سامحني نائب رئيس توسي كمال السنوسي راه إنسان محترم جدا كان رئيس على مستوى راقي جدا راه وأنا مستغرب كيفاش سي كمال موجود يتعامل مع رئيس يتعامل بهذه الطريقة خاطر تو كمال السنوسي كيتكلم في الليل أنت نائب رئيس كيما أدجوان في ستاف تكنيك خير أدجوان يمشي يتكلم وحده ولا يعطي سكسون ملعبي يهو البريسيدنت كلمه هز تليفون صحيح مادام كلمهم الرئيس يعني كمال السنوسي ما يعمل حد شيء المفروض إلا موافقة رئيس النادي والله رئيس النادي سيبوزون عندك أي رأي أنت جاي المدرب وأنت كلمته في الطريق في بالك بيه جاي تعاملت سيونس دونتريمون وماش دون دو جور كان ينجم يخلي الامور تمشي مش كنت بين نار ولا طرق الجرايه مشكلتك تعيط للمدرب اللي جاء ايج اخويا حكيت مع سي كمال سي كمال وحبكم وبعثكم قال لي سي كمال انت ما وافقتش علاش اخويا ما وافقتش خلينا نلقاو حل ماش دون دو جور فهمت اما هذا طريقه التعامل قال لك السيد يعني ما ماذا بينا نسمعوا سي كمال انا طبعا شويه طبعا اللي عندنا برشا تليفونات باش نسمعوا سي كمال باش ناخذوا كل الاطراف اليوم باش نحطوا حصه كامله نفهموا شنو اللي صار لانه اللي صار البارح معناها الحقيقه ماذا بينا نفهموه وماذا بينا نفهموا معناتها لانه سابقه في تاريخ كره القدم التونسيه قبل التليفون تاع سي كمال موجود معنا سيد نور الدين ببريك رئيس الملعب التونسي مساء الخير اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا يا سيد نور الدين سؤالي واضح وصريح لماذا عينتم طارق جرية ولماذا أقلتموه بعد خمس ساعات فقط أنا كنت قاعد نسمع شوية في الكلمات اللي حتين ستارتيريزان فرشينها والناس تتكلم في كلام غالط 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 كل واحد يجبد من رأسه ويحط في كلمات وفي حقر ورئيس غير مثقف ولا درشوة ولا درشوة هذه كلمات إذا الإنسان يحترم نفسه شوية شكون قال لا النوعية هذه أنا جاي أجري سينو جي بي بارلي أون فرونسي جي ميكسبكين بوكو ميو الكلمات هذه نتاع الواحد أنا أتكلم فيكم الشار إكزاكتومون الشار هو أنه قيس العوني إلى تيلي موجي بعد الماتش بتاع جرزيش إنا با ريسبكتي les indications de l'entraîneur. Lorsqu'on a eu des problèmes avec les joueurs, on lui a donné plusieurs fois la chance. J'ai discuté moi personnellement avec lui 20,000 fois. Mais prendre la hauteur, prendre la hauteur, maintenant, pour le gâteau, on l'entraîneur ne cherche pas le clé. On est stade de match de service, tout le staff technique. Et j'ai dit la vérité, Luc Cade, Kaïf Cade, Talel Cade, Bill Cade. Je suis un muscle de sorte. Allez, je vais te dire. Je vais te dire. طلال يقول لي قيس العوني راه قال له لوك اعمل هكا واعمل هكا مثل لوك قول جي باغوني سي ريغل لا دونك لا فيت ساتيت جي بري لا ديسيزيون بيسكو سي ان ماتش امبورطون هذا في خصوص الادجوان سي نور الدين هذا سامحني كنت نتكلم اي ما باش نقدموا انت تو تحكي على الادجوان احنا مازلنا نحكيو على الادجوان على الادجوان تاع الشون نحكي له شوف هنا باريس بيكتيون لونزي اوكي طيب يا في ان فيت فما فريغ تاع قيس العوني كلمني كمال قال نجيبو برينيس ولا حاجه اللي كان قبل مع لوك لوك لوبيش قلت له فاتو بلان نجيبو واحد مع كذا ابريك سي كمال شنو تكلمني قال لي راه فما انسان اسمه جرير انا جو كوني با المدرب طارق جرير برينيس سي با بروبليم نجيبو نجيبو قال لي اطلع اعطيك الامور احكي معاه هزيت التليفون وكلمت في جرير قلت له يا اخي جراي قال لك البارح انا عندي لونجسترومون تاع كلامي موجه لديتي قدامكم يحط لونجسترومون تو كلامي انا واحد في التليفون شنو قلت له سي نور الدين؟ قلت له يا سامحني عايشك عايشك نتفاعلوا مع بعضنا يا سي نور الدين راهو نتفاعلوا نحب ناخذ المعلومه فقط انا مش عارفك انا المعلومه الصحيحه هذه هي المعلومه الصحيحه يا با دوت كلمته انا في التليفون قلت له راهو قيس العوني نحيناه جان غيزيان كو فوني ايدي مسؤوليك ايدي تعاون مسؤوليك على على قضية الوقوف في لي دو ماتش ادجوان يعني ما قلتلوش ما قلتلوش ما قلتلوش شي جي انت تي ان
طلب تجي تعاون على لدي ماتش. قال لي به تونجي غادي نحكي أنترتون. أنا من الماتش تاع البارح هذيك أنا تعب كيسر كذا جي فهمت تفش قمت كلمتني كلمني واحد كابيتانوس ولا كذا هذا موقع كابيتانو يعني موقع كابيتانو وقال لي أقلته طارق شرعي وحكيته في الباج أوفيسيال. قلت له يا ولدي هاي الباج أوفيسيال سينوردين ألو بين قطع الخط مع سينور الدين تنعاودوا نتصلوا به وسلبينا النقطه نتاع الباج اوفيسيال نتاع اللي هي نزلت البلاغ الرسمي ثم تفسخ ثم هو من المفروض قال لنفس الموقع كابيتانو قال انه هي كانت مقرصنه فماذا بينا نفهم ويسكو كانت مقرصنه ولا شنو بالضبط خاطر الحقيقه اسبعد انها كانت مقرصنه فوالا حتى يرجعنا وي وليد شنو عندك ما تعلق لو طون الفيرسيون اللي نسمعوا فيها من عرش طارق بعدين هو يقول نتحدى طارق جريه كان العكس قال هو طالبه كأجوان لي ولا ما نعرفش انا ماذا بيا كان تعملوا زي تطلبوا سي كمال وما كيف ما قال نادر ما نظنش انه سي كمال قائم بحاجه واللي هو انسان محترم جدا من غير ما يرجع للسينوردين وما نظنش انه هو كي حكى معاك لا سامحني كان كي حكى معاك سينوردين جامي دافي قال لك باش تجي تعاون ها وشنو هو صار بالضبط اللي قال لي جاي انت وطارق الو جاي انت وطارق نتاعك هذا قلت له انا جاي انا وسي طارق زيادي دوزيام ادجوان اي ماجد بنيس بريمير واحد قال لي منين طلع لي هذا ماجد اليوم يحكي على ماجد على اساس انه قال جيبو هو ما في بالوش به البارح وهذا نجم نسألو سي كمال قال لي خلينا نرجع لسي كمال نحكي معاه على ذا ماجد ونرجع لك رجع لي قال لي انا نستناو فيكم اطلعوا باش يجيك سي كمال يعطيك الكهرباء جي سي كمال عطاني كهربته الخاصة باش طلعنا بها المهدية اونتر تان ثم لغز محير يعني كي يقول لي القرصنه نتاع الباج باش نرجع باهي انا الحقيقه نحاول خاطر نربط الخيوط نحاول نفهم انه ثم سوء تفاهم صار في خصوص سيد نور الدين بالبريك على اساس طارق جري سيكون سيعوض المساعد المدرب وبالتالي سيكون مساعد مدرب طارق جري مشي في مخه اللي هو مدرب او نتصور هذا هو يظهر لي التلخيص نرجعوا من جديد مع سيد نور الدين بالبريك ونختموا معاه المداخله سي نور الدين مرحبا بك مره اخرى وصلنا vous avez tout résumé. ونرجع لاخر نقطه لاخر نقطه سيد علي قلت له راك في جي pour remplacer ce Qais Slaoui قال لي اوكي on vient on va parler entre quatre jours ça n'a jamais été histoire de parler de remplacer Qais Slaoui يعني اون لايف نقول لك سامحني سي نور الدين وما في انا طارق جريه سي طارق جريه انا طارق جريه باش نقول لك انا سي طارق جريه وي خو انت توا قاعد موجود في الوحد توتافي بيسكو فوزيت ان اوم اونيت جو سوي تري اونيت امبارح تكلمت مع السكرتير وقلت جي لونجسترمون وقلت له من اخلاقيات المهنه ولا ليتيك نتاع نوت كومونيكي معاك انا ليتيك دو نوت ميتي سي نور الدين انه ما خرجوش طارق لحظه برك انا طويت في انا وبعد يقعد يتكلم فوالا سي نور الدين هاني انا معاك فوالا هاني معاك نحب نسالك فقط علاش خلينا نعطيك سؤال سي نور الدين انا ماذا بيا نفهم على خاطر ثم بلاغ رسمي هبط في صفحه رسميه الملعب التونسي تعيين طارق جريه مدرب اول اي هاني قلت لك انا اليوم الانسان اللي لاهي بالوحده الرسميه هذه قلت لك فيها لفيس لجيرون دو سيت باج شادها ولد درويش لونسيان بريزيدون تاع ستار قلت لهم توا ما فماش هيئه ما عندهاش الحق باش تشد للسيت نتاعها قلت لهم توا اذا كان ما تعطيوش لي كود ما تعطيوش كذا للهيئه اوتوماتيكمون تنحيو السجن نتاع ستار تونيزيان جيتي كاتيجوري وانت كي جيت ما حطيتش مؤسس مسؤول على الاعلام طبعا كلمه صغيره ولا هي جيت تجيب مسؤولين الاعلام نتاعها هذا كلمه صغيره انا توا في جرايه اللي هو حداك انا كان انا قلت له بتجي هو يراني ستات علاش ما اقلتش كي اقلت قيس العون على جوغي بي فيغ لا ميم شوز افيك لي قبيلة لوك ايتي امني اتر مانجر جينيرال كيف ما تفهمت انت وسي كمال وانا
ce que tu as discuté انت مع سي كمال moi j'ai pas discuté مع سي كمال انت كلمتني سي كمال وطوى انا بعث لهم الميساج قال لي voilà le numéro تاع الشجرية فهم معه وانا كلمتك المرة الاولى في التليفون on s'est pas entendu الصوت ما تعداش علقت وجيت كلمتك وقلت لك هذا راهو بور رامبلاسي قيس العوني مي علاه جاو معايا دوز ادجوان سامحني علاه قبلت انك نطلعوا مع لي دوز ادجوان توا يا خويا شنو مشكلتك انت توا شنو مشكلتك انا ما عندي حتى مشكله ثم حاجه يا سي سي نوردين انا باش نقول لك حاجه برك نختم فقط اي انا ما حبيتش تعمل التور دو توت لي راديو بور امبوزي كي تو انترينير ستاتيليدي اون با بيزوان داكور ما عندي حتى مشكله يا سي نوردين فقط شويه تفاعل بون هو على ما يبدو علق علينا تليفون معناها شوفونا بالله واش تشوفونا لا اسمعني هذا ماهوش خطا لحظه هذا ماهوش خطا تقني باش تعاود تشوفولنا بشرك خاطر علق التليفون معناها انا شوف في هذا الكل مسكين الملعب التونسي بيان سور الحقيقه خاطر كي تقول لي با جيري بار لو فيس دو سي با كي درويش من المفروض انه الملعب دي صفحة رسمية دي صفحة رسمية هبطتها والاحتاطين والمقابلات والاخبار الكل ثم خبر الوحيد اللي ما هبطش على الصفحة الرسمية تعرفوا شنو الخبر نتاع تعيين لوك هذايا بدنان مدرب الملعب التونسي ما ثماش ما تلقاش خبر على الصفحة الرسمية للملعب التونسي انه هذا لوك بدنان عوض لوك ايمانويل البلجيكي اللي جاء اللي جابه جلال بن عيسى للتدريب هذه من ناحية ثاني حاجة رئيس نادي تقول له انت اللي حكيت فيه مع النائب متاعي انا ما نعرفوش ولا ما حكيتش فيه لا ما يجيش لازم شنية صار المفاهمة اللي صارت بين كمال السنوسي ونور الدين بن بريك ما يجيش شنو حكيه وشنو تكلمه وين كمال السنوسي في النزل وقت اللي مشى طارق جرايه للنزل هو باش يقابل لاعبين علاش كمال السنوسي يا وليد يا وليد كمال السنوسي كان تعمل مزيه تطلب سي كمال تو يعطيك لا فيرسيون عطاها لا فيرسيون في الاكسبريس اف ام ماذا بينا راه توضيح وراه في باله بكل شيء لحظه وليد لحظه ندر شو هو فما الفيرسيون نتاع السيد طارق جرايه راهو انت مع احترامي سي كمال راهو ماكش مستحق باش سي كمال يزيد يدعم الفيرسيون نتاعك السيد وليو هكاك زوز كونتر واحد هاكا عندنا دو فيرسيون والجمهور راهو هو يحكم معناتها فوالا في با دي كونت ا روندر ا بيرسون راهو يا سيد طارق فوالا هذا هو معناتها لا التمسك عرفت ولا كالة ولا أليخندلو أنت أو لا أحد لوك برنار أو لا أحد تو نشوفوا هذا لوك برنار شنو مش يعمل الملعب التونسي هذا رئيس نادي مكبش في مدرب أجنبي لا يخول له القانون أن يدرب فريق تلعب في بلاش في الرابطة الثانية رئيس النادي مكبش فيه وعلى خلاف مع نائب الرئيس نتاعو اساس فوالي ثم خلاف فوالي نجمو نلخصو يذولي شويه حاجات ثم خلاف بين الرئيس وبين نائب الرئيس خاطر كي يخرج الرئيس يقول انه اللي حكيتوه في التليفون هذاك سافو كونسير نتوما زوز معناتها انا خارج من سيكو هذايا من غير المعقول نحكيو على مسؤول البوان ثاني نتاع الصفحه الرسميه معناها يعني قالوا خاطر البارح قال لي هي بيراتي توا قال جيغي باغ كيلكان دوت خلال محمد درويش محمد درويش ولا غير محمد درويش مسؤول على الاعلام هو اللي مسؤول على تهبيط البلاغات يا اخي ما هذا 28 اوت نفس هذه الصفحه الرسميه نزلت انه نور الدين بن بريك هو الذي عدد الاصوات قداش الرئيس الجديد للملعب التونسي الاخبار الكل قلت لك حتى المقابل تصور يعني الاهلي المصري تهبط بلاغ يخرج محمود الخطيب يقول لا اللي جري في الباج راه ذاك ولد عم دراشكون معناتها ليه هذوما مستوى الحقيقه هذا يعكس مستوى المسؤولين ويذول لي ما عندهمش خبره نتاع تسيير الرياضي معناها هذا هما المعطيات اللي قدامنا وليد معناتها اليوم الواضح انه فما تباعد في الروايه زاده بين كمال السنوسي نائب الرئيس وما تصورش كان كمال سنوسي بعد اللي صار مؤكد جدا ما تصورش كان مازال باش يقعد يخدم واضح جدا جماهير الملعب التونسي توا اللي يسمع تقول لك انا الجمعيه نتاعي قاعده تدار فيها الامور والتعيينات بهذه الطريقه المساعد اللي كان مع لوك ايمانويل يتنحى ويرجع لاخر قيس العوني ما سمعش الكلام توا عمركم تسمعوا انتوما مساعد مدرب والمدرب الفوق يعمل تغيير وحده واضح. ولا ما يسمعش كلام ولا ما يتقراش مع المدرب الاول نحيناه يعني الكلام اللي قاله سي نور الدين واضح 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 من الهيبه
انا مسمى الملعب التونسي كله حتى دي بون ماكش اخوانا التونسي اكبر من الناس كلها. جوست ان بوين بور فيناليزي بلي كانت مزيان. بسرعه بسرعه سي طارق تحكيوا على اقاله لا كلمني باش لا قال لي وقلت قلت لك قعدنا ساعتين من زمان وثم فيديو تصور لايف وهبط في لي باج الكل كيفاه مطيشين باللي كومبون تاعنا ساعتين من زمان لا كلينا لا عملنا تعدى مع الجروب احنا قعدنا كي روحنا توجهت للسيد نور الدين وهو كان يسمع واضح قلت له ميرسي بور تو وروحنا في تاكسي وصلنا في 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 وسط تونس طيشنا بسيكانا وكل شيء يعني في لواج وطيشنا بسيكانا وروحنا يا زلوغ شوف انا شنو خرج فاصل نادر ما عادش عندي وقت بالكل عندي التليفون اي واحد نجي للمدرب هذوما ضياف عند الملعب التونسي انسانيه انت نور الدين بن بليك ما تمثلش نفسك ملعب مثل الملعب التونسي وقت واحد يجيك لدارك تسلم عليه ما تسلمش تقبله وتطرده هذوما ناس تبيتهم عارفين مكرمين حتى لو كان نائب الرئيس نتاعك خذا قرار مش موافق عليه تقول له عايش خويا انت كمدرب مرحبا بيك راهو النائب الرئيس نتاعي يا خويا تجاوز الروحيات عندي خويا مرحبا بيك راهو خويا ما ثماش مكتوب غدوه خويا ترجع كيما جيت معزم كذب هذه الاخلاق فاش تكون من المفروض مشكور جدا سيد طارق الجري خذينا برشا وقت فاصل صغير وراجعين باش نفهموا ونعرفوا شنو اللي صار البارح في المانيا من قبل احباء نادي الفريقين معاكم نضال السعدي نتلاقاو كل صباح من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص على راديو يافام نحبكم فيقي انتم تسمعوا في سبور بلوس من سبعة للثمانية متاع الليل رجعنا لكم من جديد في سبور بلوس توا 7:54 دقيقة على اي اف ام احلى راديو نادر داود 4 اكتوبر ليلة انت مقبلة قاعدة تحت خلينا نبدل شوية الاصوات الكاسكت وليد 4 اكتوبر 101 سنة لنادي الافريقي العيد ميلاد النادي الافريقي اليوم نادر كل عام والنادي الافريقي حي بخير الصرحة الكبير النادي العريق جماهير النادي الافريقي كل عام ان شاء الله والنادي متاحها حي بخير اكيد النادي الافريقي من اكبر الجمعيات في تونس من اكبر الجمعيات في افريقيا والحاجه الباهيه السنه انه الجماهير تاع النادي الافريقي تحتفل بناديها نادر وهي بدات تطمئن شويه على الوضعيه انه النادي ماشي في الاستقرار شفنا صحيح عم نقول كانت فما احتفالات كبيره بارتو في فرنسا في المانيا في تونس في البلدان الكل البرة وفي المدن التونسيه الكل ولايات الكل لكن السنه الجمهور يحتفل وهو مرتاح البال متهني على هذاك عليه شيء وفما فيديو دارت بالكدا بالكدا اللي هي خليت حبي نادي الافريقي في المانيا الكراكاج اللي صار البارح في كل موجود معنا في باشر خالد المساكني رئيس خلية حباية النادي الافريقي في المانيا مساء الخير على سالة خالد مساء الخير مرحبا بك سيدي ومرحبا بالضيوف الكرام وكافة مستمعي زي عطيسان مرحبا بك خالد عمني ولا عملت كراكاج من هذا النوع في المئوية مع الأسف العامة عداش كما ينبغي وكما حبيتونتم النادي الافريقي سنة عام جديد وشفنا الفيديو اللي عملتوها لقات رواج كبير برشا كيفاش كانوا التحذيرات كيفاش لميتوا مع بعضكم كيفاش نسقتوا مع بعضكم قداش من كعبة فلام شعلت في الجسر ذاك متاع كل ايه اول حاجه بارك الله فيك على الاستضافه الكريمه هذه مرحبا كل شيء نقول كل عام وجمعيتنا بالف خير كل عام والجماهير نتاع النادي الافريقي في كل مكان بالف خير كل عام والنسيج الجمعياتي اللي يساند النادي الافريقي من خلايا وجمعيات واحباء في كل مكان بالف خير بالنسبه للمره هذه عمناه وللاسف يعني ما كانتش الامور كما يلزم ذو الوضع الصحي العام كورونا وكل شيء كان التحذير يعني على بكري كما متعودين من طرف المجموعة نتاعنا كلوبيوستين دوشن اللي يعني الترجمة نتاعها الحرفية كلوبيوستية في ألمانيا جمعية مسجلة في دفتر أو سجل جمعيات في ألمانيا وعضو مؤسس كذلك لاتحاد أحباء النادي الإفريقي بالخارج والتحذير كان كيما مستانسين ديما يعني عندنا تقليد يعني انه نعملوا بلون ا بلون بي بلون سي بون المره هذه
نشيل البلو آ ما متعديتوش للبي وسي يدور ليه؟ لا 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 باش تعرف انه احنا مشينا بالبلون بي زي البلون بي دونك البلون آ فيو اللي احنا عنا عقلية متاع ديمقراطية في المجموعة لخيان اللي ساهرين على التنظيم عملوا برنامج معين بقية المجموعة اللي احنا ديما نرجعوا لها في القرار راتم الأفضل انه ما نمشيوش في البلون ذاك اخذينا البلون بي نزولا عند رغبتهم هما يعني ومشيت الحمد لله كل شيء لباس اسمي على الكراكاج يعني اي قداش نجموش نعرفوا نومبر معين معناتها قداش شريتوا قداش صرفتوا قداش اش عملتوا بالضبط معناتها باهي انا نجاوبك على شنو صار تقريبا في الكراكاج بالنسبه للمصاريف يعني رصدنا ميزانية معينة اللي هي عند أخونا حسين يعني المكلف بها ومازلنا في الآخر ما عرف لأنه ترصد الميزانية وبعد نجم تصرف أكثر هذا وارد يعني في كل أي قديه أعطيني شيفر كان ما تعطينيش قديش تكلف تعطيني قديش من كعب أفلام نشوفوا فيهم تو في الفيديو هذا باش نعطيك في الجسر باش نعطيك حاجة هي. يعني باش ما فهميش حتى مشكلة بالنسبة على الجسر بالضبط على عدد احنا طاو نحتفلوا بالمئة واحد عام تاع نادي الافريقي مئة وكعب افلام شعلوا على الجسر ذاك واذا كان تحسب يعني من اول ما تلمينا يعني احنا بدينا تقريبا نجيو لفرانكفورت من نهار الجمعة انا يعني شخصيا يعني مقيم في برلين جيت من نهار الجمعة الصباح الغادي يعني ومن نهار الجمعة حتىش للسبت في الليل صمع مع ال طبعا على الاقل 200 كعب افلام يعني 200 متفرقة على انحاء المدينة مع 101 فوق الجسر هكا عنا شيفر على الاقل نجم نخربوا له شوية خالد المساكني مشكور جدا في الكل الكل في الكل ايه. تقريبا 200 يعني 101 وتقريبا يمكن 90 يعني مفرقة فيه مشكور جدا خالد المساكني رئيس خلية احبائي نادي الافريقي في المانيا كتشوفوا في الفيديو قدامنا في الجسر غاديكا في المانيا مع الدرون مع تقنيات جديدة قديش تقنيات جديدة تحط اون فالور ليماج وتخلي الخدمة نتاع العباد تزيد تتحط اكثر اون فالور مشكور جدا مشكور طارق الجرية مشكور نادر داود عيد ميلاد سعيد للنادي الافريقي ولأحباء النادي الافريقي غدا باش نرجعوا على عقد الاستشهار الجديد هذا شنو حكيت وشنو هو تفاصيله تصبح على خير من 7 ل 8 اي اف ام سبور بلو